السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكتروموزاسيس. اليوم سنشرح كيف نقوم بربط غسالة صحون بالهاتف والتحكم فيها عن بعد. أولا نقوم بالدخول إلى جوجل بلاي، ثم نقوم بتحميل تطبيق هوم كونكت بهذه الطريقة. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح كيف نقوم بربط غسالة الصحون، وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله سنقوم بشرح كيف نقوم بربط غسالة الملابس وفرن بوش والثلاجة أيضا. فلهذا لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك أيضا، ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو. بعدما قمنا بتحميل التطبيق سنقوم بفتحه بهذه الطريقة، ثم نضغط على الزر التالي ثم التالي أيضا، بعدها نقوم بالضغط على إنهاء، ثم نقوم بالضغط على إضافة جهاز بهذه الطريقة، بعدها نقوم بالضغط على إضافة جهاز جديد. هنا يجب علينا أن نقوم بفتح حساب، إذا كنا قد فتحنا حساب من قبل نضغط على زر كونيكسيون الزر الأزرق، أما إذا لم يكن لدينا حساب فيجب علينا فتح حساب بالضغط على الزر الأبيض، وهو أمر سهل جدا. يجب أن يكون لدينا حساب جيميل شغال وليس وهمي. سأقوم بانتظاركم حتى تقومون بفتح حساب، بعدها سنقوم بإكمال الشرح. المهم بعدما قمنا بفتح حساب نضغط على زر كونيكسيون، بعدها نقوم بإدخال الحساب هنا بهذه الطريقة. ثم نضغط على يتصل، بعدها نقوم بالضغط على الزر كونتيني ثم الزر استمرار، بعدها نقوم بالضغط على الخيار الأول، ثم نقوم بإضافة جهاز جديد، الزر موجود في الأسفل، بعدها نقوم بالضغط على زر الاستمرار، ثم بعد ذلك نذهب إلى الغسالة ونقوم بفتح الباب الغسالة، سنجد كود في الأعلى، نقوم بنسخه عن طريق كاميرا الهاتف كما سنرى في الفيديو. ثم نضغط على زر سكان بهذه الطريقة، الزر الأزرق، بعدها أوتوريزي، بعدها نذهب إلى الغسالة ونقوم بنسخ الكود الموجود في أعلى الغسالة، بعد ذلك ننتظر قليلا، ثم نذهب إلى الغسالة ونضغط على زر الواي فاي بهذه الطريقة لمدة 3 ثواني حتى يظهر لنا هذا الرمز. بعدها نعود إلى التطبيق وندخل كود الواي فاي الموجود لدينا في المنزل بهذه الطريقة، ثم ننتظر قليلا حتى يتم ربط الغسالة بالهاتف. كما نرى تم الربط بنجاح، ثم نضغط على زر كونتيني ثم تيرميني، بعدها ستظهر لنا الغسالة في التطبيق. نضغط على الغسالة بهذه الطريقة، ثم أنا سأقوم بإطفاء الغسالة، انظروا معي، تم إطفاء الغسالة عن طريق التطبيق، ثم سأقوم بتشغيلها. كما نرى قمت بتشغيلها، ثم سأقوم بتفعيل منع الأطفال بهذه الطريقة، ثم قفل لوحة التحكم عن الأطفال،
أقوم بإزالتها. بعد ذلك نذهب إلى البرامج. انظروا معي الغسالة، أنا قمت باختيار برنامج مكثف كما نرى، ثم سأختار الخصائص التي تأتي مع البرنامج بهذه الطريقة، ثم أضغط على التالي وسيكون فيديو إن شاء الله خاص بكيفية تشغيل هذا التطبيق بالكامل. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر لايك، ولا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، ستجدون رابط الصفحة أسفل هذا الفيديو. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.